مرحبا وأهلا وسهلا فيكم. Hope you're well and have a wonderful day. Welcome to our part 5 of Essential Levantine Arabic Vocabulary. Today we'll be talking about around the house. منزل ج stands for جمع, which means plural, meaning the word that comes after it, it is the plural for the singular word. منزل منازل منازل بيت بيت بيوت بيوت منزل house منازل houses بيت house بيوت houses شقة 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 مبنى مبنى مباني 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 عمارة 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 عمارات عمارات طابق 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 طوابق طوابق باب باب أبواب أبواب مفتاح مفتاح مفاتيح مفاتيح سقف سقف سقوف سقوف مصعد مصعد سلم سلم سلالم سلالم شرفة 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 شرف شرف صاحب الشقة صاحب الشقة جار جار جيران جيران أجر يأجر تأجير أجر يأجر تأجير The past with he third person, the present with he third person, the verbal noun. إيجار إيجار غرفة غرف غرفة غرف غرفة النوم غرفة النوم غرفة النوم غرفة القعدة غرفة القعدة غرفة السفرة غرفة السفرة مطبخ مطبخ مطابخ مطابخ ممر 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 ممرات 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 مفروشات مفروشات أثاث 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 صوفا صوفايات صوفا صوفايات طاولة طاولة طاولات طاولات Again, the ج means جمع, which means plural. شباك شباك شبابيك شبابيك ستارة ستارة ستاير ستاير برداية 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 برادي برادي تلفزيون تلفزيونات هاتف 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 هواتف هواتف
ضوء 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 أضوية أضوية مروحة مروحة مراوح مراوح جهاز تكييف الهواء جهاز تكييف الهواء جهاز تكييف الهواء مكنسة مكنسة مكانس مكانس ممسحة ممسحة مماسح مماسح سفنجة سفنجة سفنجات سفنجات مقص 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 سرير سراير سرير سراير We have another synonym تخت تخوت تخت تخوت بطانية بطانية بطانيات بطانيات لحاف لحاف لحف لحف مخدة مخدة مخدات مخدات ساعة ساعة خزانة خزاين خزانة خزاين علاقة علاقة علاقات علاقات مراية مراية مرايا مرايا مكتب مكاتب مكتب مكاتب درج درج أدراج أدراج رف رفوف رف رفوف مشط مشط أمشاط أمشاط فرشاة أسنان فرشاة أسنان حمام حمامات حمام حمامات مرحاض مرحاض مراحيض مراحيض مغسلة مغسلة مغاسل مغاسل منشفة منشفة مناشف مناشف بشقير بشقير بشاقير بشاقير صابون صابون صابونات صابونات شامبو شامبو which is not English as well it is an Indian vocabulary if I'm not mistaken it's a Punjabi vocabulary leafe leafe leaf leaf معجون أسنان معجون أسنان شفرة شفرة شفرات شفرات حلاقة حلاقة مجفف الشعر مجفف الشعر غسالة غسالات غسالة غسالات مكواية مكواية مكاوي مكواية مكاوي صحن صحون صحن صحون زبدية زبدية زبادي زبادي شوكة شوك شوكة شوك
ملعقة ملعقة ملاعق ملاعق سكين سكين سكاكين سكاكين كوب كوب أكواب أكواب فنجان فنجان فناجين فناجين شفاطة شفاطة شفاطات شفاطات إبريق إبريق أباريق أباريق علبة علبة علب علب منديل منديل مناديل ورق مناديل ورق غسالة صحون غسالة صحون تلاجة تلاجة تلاجات تلاجات فرن فرن أفران أفران قدر قدور قدر قدور مقلاية 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 خلاط خلاطات خلاط خلاطات Great, thank you very much for watching. Hope you enjoyed it and found it helpful. مع السلامة.